يمكن واحدة من أصعب الأمور اللي ممكن تواجه الإنسان هو كيف يتعامل مع المشاعر السلبية. كثير نسمع عن ناس مروا بمشاعر سلبية، مروا بضغوطات وما عرفوا أنهم هم يعبرون عنها، ودخلوا مستشفيات وعانوا من أمراض عضوية كثير. ندى، كيفك مع المشاعر السلبية؟ والله شوفي، أنا أفضفض أول بأول الأختي الصديقاتي على طول، ما أحب أكبت ولا أعرف أنام وأنا حزينة، أتجنب أني أنام وأنا حزينة. أو أحيانا ممكن يكون أني أكتب الأشياء اللي تضايقني، لو مثلا ما حصلت أحد أني أحكي له أو أتكلم معه أكتبها بورقة وبعدها أشققها وأرميها. اكتشفت أنها مرة حلوة مفيدة صراحة، تفرغين الطاقة كلها. طيب فعلا تريح، يعني حتى في أشياء كثيرة ممكن ما تقدرين تقولينها أو ما تقدرين تعبرين عنها، ما تعرفين كيف تعبرين عنها، إذا كتبتيها بالورقة مجرد ما تكتبينها أحس أنها تطلع تفرغ منك. طيب على العموم راح نتناقش في هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سطام الحربي، أخصائي نفسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سطام. أهلا وسهلا، نورتنا. نورتنا، الله يسلمكم. طول عمرك، يخليك ربي. يمكن سمعتنا قبل شوي استاذ سطام كيف نتكلم عن المشاعر السلبية وكيف الواحد ممكن انه يعبر عنها. كانت في تغريدة للمعالج النفسي أسامة الجامع كتب فيها عن أهمية التعامل مع المشاعر السلبية لمواجهة نوبات الهلع عشان ما تزيد من حالتنا سوءا. وكانت هذه التغريدة تحتاج أن تسمح لنفسك بمواجهة مشاعرك السلبية لأجل أن تهبط، تحتاج أن تسمح لنفسك بمواجهة نوبات الهلع لتكتشف أن كثيرا مما كنت تتوقعه لم يحدث، أن محاولاتنا المستمرة لطرد مشاعرنا السلبية أو قمعها أو تجنبها أو رفض وجودها أو الهلع من اقترابها، كل ذلك يزيد من حالتنا سوءا. وش تعليقك عليها؟ نعم صحيح، طبعا المشاعر السلبية تتراكم لكن عندما يحاول الإنسان يواجه هذه المشاعر السلبية ويعبر عن المشاعر اللي بداخله، مثلا مشاعر الخوف اللي تجي عنده، لابد من المواجهة، مواجهة الخوف حتى يستطيع أن يسيطر على هذا الخوف ومن ثم يتخلص ولا يصبح موجود عنده باللاوعي. لأن وجود هذه المخاوف تجعله دائما يتجنب أو يكون يحدث عنده السلوك التجنبي، ومن ثم المشكلة تكون تزداد مرة تلو الأخرى وتطلع لتظهر للسطح، ومن ثم يحاول أن يكبتها وتعود مرة أخرى، على هذه الطريقة تزداد المشكلة ولا يساعد على عملية العلاج والتخلص من هذه المشاعر. ولكن المواجهة بالطرق الصحيحة والمعالجة، الإنسان إما أن يواجه ذاتيا ويحاول أن يعالج مشكلته ذاتيا أو يستعين بالمعالج النفسي على أساس أنه يعالج المشكلات اللي ممكن تتحول لمشاكل مرضية أو نفسية بالمستقبل. جميل. طيب أستاذ سطام، يعني لو نبي نعرف إيش هي المشاعر السلبية، يعني هل هي حزن، هل هو خوف، قلق، توتر؟ نعرف أن في بعض المشاعر تكون مؤقتة وبعض المشاعر تكون مزمنة تتعايش معك طول العمر، تكلمنا عن هذه المشاعر. طبعا المشاعر السلبية هي بطبيعة الإنسان، احنا تجينا المشاعر، يجينا الخوف، يجينا الحزن، الغضب، الطبيعي انها تمر ونعبر عنها بالشكل الصحيح دون مبالغة. ولكن استمرار المشاعر السلبية يعني على فترات زمنية وتزداد كل مرة تلو الأخرى، لا، هنا تصبح المشاعر السلبية هذا شيء مرضي. لكن في لابد أن نفرق بين المرضي ونفرق ما هو طبيعي وما هو مرضي. الطبيعي مشاعر السلبية اللي تجي تمر علينا بشكل يومي، وهذا يرجع بأن الإنسان يدير ضغوط الحياة بشكل صحيح حتى لا تتحول هذه المشاعر السلبية إلى مشكلات مرضية مثل الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، الاضطرابات العصبية بشكل عام. جميل. طب إيش هي الأسباب اللي تخلي الإنسان يكبت مشاعره حتى لو هو مو خايف؟ في بعض المواقف إحنا نمر فيها ما نقدر نعبر، صعب علينا التعبير فنسكت، هل هذا يعتبر من الكبت؟ طبعا احنا ما نستطيع ان نحكم على موقف محدد الان، لان المواقف مختلفه وردود الافعال مختلفه. صحيح. الشخصيات مختلفه، هناك في فروق فرديه بين الناس، الثقافه والمستوى التعليمي مختلف، الخبرات مختلفه، كل هذه الامور تشكل ردود افعالنا. طبعا اضافه الى ذلك الشخصيات مختلفه، لكن ما هو الموقف او كيف اعبر عن مشاعري بطريقه صحيحه على حسب الموقف، هذا يحتاج مني امتلاك المهارات الحياتيه للتعبير عن المشاكل بالصوره، المشاكل او المشاعر السلبيه بالصوره الصحيحه. لكن اذا انا ما امتلك المهارات الحياتيه بشكل كافي، الجا الى الكبت، والكبت احد الحيل الدفاعيه النفسيه لحمايه الذات من التوتر والقلق اللي ممكن يحدث عند الانسان.
صحيح. طيب يعني الحين كيف الشخص يعرف نفسه انه هو شخص يكبت مشاعر؟ يمكن انا من النوع اللي مثلا كتومه واحسب ان هذا الشيء صح وامشي عليه، طيب كيف اعرف اني انا غلط؟ طيب الان جاء موقف حزن كبتن الحزن هذا ما عبطني لا سمح الله وفاة عند إنسان. تم. الشخص هذا يقول مثلا أنا والله ما أبغى أبكي لأن البكاء ضعف مثلا. أنت كبتت المشاعر السلبية، المشاعر السلبية تتحول إلى أعراض، قد تتحول إلى أعراض جسدية في المستقبل. ولذلك لا بد من التعبير عن المشاعر. طيب مثل إيش هذه الأعراض عشان أنا أعرف أني أنا شخص مكبوت؟ طيب على سبيل المثال مثل الناس اللي عندهم قلق يعني يكبتون اللي عندهم كبت، مثلا يجيك يقول لك دائما يراجع المستشفيات يقول لك أنا والله عندي مشاكل باطنية، يجي مثلا يقول عندك قولون عصبي. طيب القولون العصبي بعد التحاليل والتفسيرات الطبية لا يوجد أي أعراض جسدية. طيب هنا الآلام الموجودة هنا النفسية قد تتحول إلى كذلك اضطرابات جسدية، مثلا قرحة المعدة، الكبت هذا مثلا يسبب لي مشاكل في موضوع ظهور بعض الأمراض الجلدية، كذلك إضافة إلى ذلك ممكن تسبب لي بعض المشاكل اللي تتعلق بالربو وما الربو، أمور كثير ممكن يحدثها، آلام الكتفين، الصداع، الصداع النصفي التوتري، لا أمور كثيرة برضه تظهر. في طلعت لنا هبات في زي الصالات ياخذونها ويحطون فيها صحون وصالات يعزلونها عن الصوت، يقول لك انت يا تعبان اللي قاعد تكبت تعال كسر صحون وتعال صارخ وفرغ هذه الطاقه السلبيه اللي مروده فيك. هل فعليا اثبت العلم نجاح مثل هذه الطريقه؟ طيب هنا انت تتكلمين عن شيء اسمه التفريغ الانفعالي او التطهير الانفعالي او يسمى التنفيس الانفعالي. طيب أنا إذا أطهر نفسي انفعاليا لابد أن أطهر نفسي انفعاليا بشيء مقبول حتى اجتماعيا. لو أنا مثلا بقول لك الآن يعني تكسير الصحون وقول لهم كسر الصحون، كل واحد راح تتكسر الصحون اللي بالمطبخ عندها، طيب هذا الشيء صحيح؟ هو مو صحيح، بس بعض الأحيان تحس براحة نفسية فعليا. طيب أنا ممكن أني أنا أفرغ الانفعالات بطريقة غير الطريقة هذه، وممكن أني أنا حتى لو استخدمت التكسير أستخدم أشياء ممكن أني أنا ما يكون لها أثار لا اقتصادية ولا اجتماعية بنفس الوقت. لكن هل هذا الشيء علمي أو ما هو علمي؟ التفريغ الانفعالي، الاسترخاء التنفسي يساعد على التفريغ الانفعالي، كذلك ممارسة الرياضة تساعد على التفريغ الانفعالي، كذلك يعني ممارسة الرياضة يعني يكون فيها مثلا زي هذه مثلا التكسير هي لإخراج مشاعر الغضب اللي موجود. لكن هذا بشكل علمي هو أن الإنسان يحاول أن يفرغ الانفعالات بالصورة الصحيحة اللي ما تكون مثلا لها آثار سلبية على الإنسان مثلا في حياته بشكل عام. يعني احنا الحين تكلمنا عن الكبت وعن كيف انا افرغ بطريقه صحيحه وايش مشاكل واعراضه، نجي عند الشيء المهم اللي هو مرحله التشافي. انا لما امر بمرحله التشافي كيف اعرف اني انا اصلا في هذه المرحله؟ طيب ما هي الخطوات التي اخذتها للتشافي؟ اولا الكبت هذا هو حيله دفاعيه وليس مرض، لكن ينتج عن هذا الكبت امراض نفسيه. في مرحله التشافي أني لابد أول شيء تحدد المشكلات التي نتجت عن هذا الكبت، عندي اكتئاب، عندي قلق، أبدأ في علاج الاكتئاب وعلاج القلق. ولكن موضوع أني أنا كيف أتخلص من استخدام الحيلة الدفاعية النفسية اللي هي الكبت، هو أنا أقول لك لابد أن الإنسان يحاول أن يمتلك المهارات التي تساعد على التعبير عن المشاعر بالصورة الصحيحة، ولا يلجأ للحيل الدفاعية النفسية التي توصله إلى الاضطرابات النفسية بالمستقبل. ولذلك مرحلة التشافي والتعافي من استخدام هذه الحيلة وليس الاضطراب الناتج عن هذه الحيلة هو امتلاك المهارات، ويعني خلينا نقول لك يزود الإنسان بنفسه بالخبرات ومواجهة الأمور حتى لا تكون هذه الوسيلة مستمرة معه ومن ثم توصل إلى مرحلة الاضطرابات النفسية. مرحلة التشافي النتيجة التي أو خلينا أقول لك مثلا الاضطراب اللي ممكن نتج عن هذا الكبت هو أن الإنسان يشعر بالتحسن، كل يوم يشوف نفسه أفضل من أمس. هنا نقول بديت أنت في موضوع التحسن، إضافة إلى موضوع تقليل وتقنين عملية الكبت. احنا نقول للإنسان أول ما يمتلك المهارات ويتخلص من هذه الحيل الدفاعية، احنا نقول لك أنت الآن بديت في شيء اسمه تطوير نفسك
من خلال امتلاك المهارات الحياتية. أستاذ الطام، في كثير الآن توجه الكثير من الشباب والبنات أو حتى الكبار توجههم بالحجامة، يقول لك أنه أثبت العلم أن الحجامة ممكن تنظف الجسم من الانفعالات، من الضغط، من التوتر، من القلق، من الأرق، من اضطرابات النوم. هل أنت مع أو ضد؟ والله طبعا أنا مع الحجامة لأنها ذكرت في أحاديث، وهذا الشيء يعني أنا ما أعترض عليه نهائيا، ولكن برضه يعني الإنسان هذه ترجع إلى أمور طبية ممكن أن نتخذها أو نلجأ للحجامة من خلال المراكز أنا أقول المعتمدة والرسمية. صحيح. عشان موضوع الكشوفات الطبية هذا جانب طبي لا يمكن أن يتحدث به إلا مختص بالطب، على أساس أن نشوفه حتى نقلل من الأثر السلبية والأضرار التي تنتج عن سوء الاستخدام. هذه وجهة نظري بالموضوع أنا. طيب أستاذ سطام، نبي منك رسائل أخيرة حاب تقدمها عبر برنامج سيدتي للناس اللي يكبتوا مشاعرهم السلبية. والله أنا أقول دائما الكل اللي مثلا عندهم مشاعر سلبية ويبحثوا عن تفريغ الانفعالات بالصورة السلبية، لأن الكبت النفسي قد يؤدي بالإنسان إلى استخدام بعض السلوكيات السيئة اللي ممكن مثلا على سبيل المثال التدخين، تعاطي المخدرات، الغضب، وتفريغه بصورة سيئة. احنا نقول حاول دائما أنك أنت تطور من ذاتك في امتلاك المهارات الحياتية للتقليل من الضغوط النفسية، وكيف تدير الضغوط بشكل صحيح حتى لا تتكون عمليات تراكمية بداخلك ومن ثم يتم تفريغها بصورة غير مقبولة، أو يتم تفريغها لا شعوريا بصورة سيئة. أستاذ سطام الحربي، أخصائي نفسي، يعطيك العافية وشكرا لك ولتواجدك اليوم معنا. الله يسلمكم وشكرا لكم على الاستضافة. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا، أكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل.